هذا وانطلق سباق الفورمولا 1 جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2020 على مضمار حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات بالشرق الأوسط احتفالا بالنسخة 16 لسباق الفورمولا 1 في المملكة والذكرى 70 لكل من بطولة العالم للفورمولا 1 ولطيران الخليج، هذا إلى جانب جدول حافل بالسباقات المساندة. ووسط إجراءات احترازية رحبت حلبة البحرين بضيوفها ضمن حملة شكرا أبطالنا التي تضمنت دعوة عائلات العاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الصحية والجهات المساندة الأخرى في مملكة البحرين لمتابعة منافسات سباق الفورمولا 1، وذلك عرفانا لمساهماتهم والتزامهم الكبير ضمن الجهود الوطنية المبذولة للتصدي لجائحة كورونا. هذا وأثبت سائق فريق مرسيدس البريطاني لويس هاملتون تفوقه في جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2020 المقامة فعالياتها على مضمار الصخير بعد بسط سيطرته على فعاليات اليوم الثاني من الجولة 15 من بطولة العالم.